تحت المخالفات المرورية اللي دائماً بنوضحها لإخواننا سائقي المركبات. راح نسأل سائق المركب، السلام عليكم، شلونك أخوي؟ حبك إن شاء الله بخير. الله يسلمك، ربي يحفظك. إحنا شاكرين التزامك وارتدائك حزام الأمان، وهذا دليل على وعيك وثقافتك المرورية. الله يسلمك. عندك إجازة؟ هي موجودة. عندك إجازة؟ عندك مخالفة؟ وهي إحنا نقول لك لو أنت تعرفه. مخالفة؟ إي. ما عندك مخالفة؟ إيش هدي؟ اطبق لي ذيك السيارة، اطبق لي إياها. هاي الكتابة شنو؟ هاي الكتابة؟ اي والله من أخذتها يبيها الله يشهد. زين أوكي، تعرف شنو؟ لا والله. لا يعني الكتابة؟ اي اي مكتوب الذيب. هسه ذيب عبد الله كلش، لا ذيب ولا واو، كل شيء ماكو. قريت ورجعت شو الذيب كان. هسه هي اولا يعني تعجب الرؤيه مالتك، هسه مو بس المستقاه الزينه، مو بس يعني مخالف للذوق العام، احنا ما يخالف، هسه هاي طيح لك اياها، بس هسه انت تعجب الرؤيه مالتك، يعني هسه انت من جاي سوق على طريق سريع، على طريق عام. لا والله ما مأثرة، بس تأثر عليك بالشارع. والله ايش هذا يعني ما مأثرة، لو مأثرة اقول لك ما مأثرة نفس ساعة هسه قاعد بالسيارة. المرور يغرموك عليها لو لا؟ والله انا بخدمتكم، تردون تغرمون بكيفكم. هو مو بخدمتنا، اكو قانون شي يقول ممنوع ملصقات الزينة والكتابة على بدن المركبة وعلى المرايا الخلفية، وما شاء الله صاحب السيارة هسه احنا انت ما عليك، انت بريء. صار لك ايش قد بس يعني والله يعني راح يصير لي انا اقول لك 7 اشهر هيك. 7 اشهر؟ اي والله يعني ما عالجت الذيب. ما شايلها انا، ما شايلها، بس يعني من اخذتها هي مكتوبه. زين شلون راح اشيلها؟ اشيلها؟ هسه ما تنشال اذا مو شيل سوار هاي والله. الغرامه فيما يخص هذا الموضوع ايش قد؟ نفس القانون اللي ذكرناه قبل قليل. نعم. اي غرامته 50,000 دينار مستقاه الزينه. نعم. الفقره الثالثه من قانون المرور رقم 8 سنه 2019. أنا أتمنى منك الالتزام وأتمنى لك كل الصحة والسلامة، شكراً جزيلاً.